ونبتدي بأخبار الدوري المصري الممتاز. فريق الزمالك حقق الفوز على فاركو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الممتاز، وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 في المركز التاسع، وفاركو في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة. عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك حصد جائزه افضل لاعب في مباراه فريقه امام فاركو واللي اقيمت بينهم امبارح في مسابقه الدوري المصري الممتاز. كمان فريق الاهلي فاز على فريق الداخليه بنتيجه 2-1 في المباراه اللي جمعتهم على استاد السلام في المباراه المؤجله من الاسبوع ال 12 من عمر مسابقه الدوري المصري الممتاز، وبالفوز ده ارتقى الاهلي للمركز الثاني برصيد 42 نقطه، بينما توقف رصيد الداخليه عند 15 نقطه في المركز الاخير بجدول المسابقه. أكرم توفيق لاعب الأهلي حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية واللي جمعته امبارح على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن امبارح إن نسخة كأس أمم أفريقيا 2025 واللي هتقام في المغرب هتبتدي من الفترة من 21 ديسمبر 2025 لغاية 18 يناير 2026. منتخب النمسا فاز على منتخب بولندا بنتيجة 3-1 في إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024. بالنتيجة دي بيحتل منتخب النمسا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقط، بينما تأتي بولندا في المركز الرابع بدون أي رصيد من النقاط. منتخب أوكرانيا فاز على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية. بالنتيجة دي بتتصدر رومانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقط وبفارق الأهداف عن سلوفاكيا وأوكرانيا الوصيف بنفس الرصيد من النقاط. تأجل حسم التأهل إلى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بتعادل فرنسا وهولندا سلبياً في القمة النارية بينهم امبارح في لايبزيغ ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم. رفع منتخب الفرنسي رصيده لأربع نقاط بالتساوي مع نظيره الهولندي واللي بيتفوق بفارق الأهداف. نروح لبطولة كوبا أمريكا 2024 وتعادل منتخب تشيلي سلبياً مع منتخب بيرو في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى بنهائيات بطولة كوبا أمريكا واللي بتستضيفها الولايات المتحدة ليحصد المنتخبين أول نقطة بالبطولة القارية.